الشيخ في واحد عارفه أبوه كان مبهدل وقاطع رحمه وكل شيء، ها؟ في رمضان اللي فات، ها؟ قام يتوضأ لصلاة الفجر. هو قام الولد ولا الأبو؟ الأبو يقاطع، يعني يخاصم ولده مع عياله وكل شيء. يعني شبه قاطع رحمه. فقام يتوضأ لصلاة الفجر في رمضان. ها؟ أنا هو ما يتوضأ طاح وتوضأ. هذا نكتفي بهذا الاخوان بهذا، نسال الله ان يوفقنا اياه.